لوحة نيوتن والتي عن طريقها اكتشفنا جاذبية الأرض. نيوتن والتفاح والجاذبية. قالوا لو كان نيوتن جائعا لأكلها ولم يفكر بأسباب سقوطها. وقال أحدهم كم تمنيت لو أن الشجرة هي التي سقطت عليه، وذلك لكي نرتاح من تلك النظرية. كل يوم في هذا العالم تسقط تفاحة من شجرة، ولكن ليس كل يوم يجلس تحت الشجرة رجل يشبه نيوتن. لو كان نيوتن يجلس تحت الشجرة برفقة تفاحة مختلفة لعرف اكتشاف الجاذبية الأجمل. كان هذا التقرير لقناة الإخبارية من موقع الجاذبية الأرضية بجبل فرشاط. أم كلثوم الحكمي، عسير.